هذا واحد النموذج ديال السخان ديال الغاز بالنسبه لهم تقريبا عندهم خدمه واحده كامله كتختلف غير البياس والمسائل كلها شركه وكدير البياس ديالها مغاير على هذا. عندنا هنايا الدخله ديال الغاز كما كتشوفوا هنا ملي كيدخل الغاز، عندنا هذه المنطقه هذه خاصه بالماء، يعني هذه المنطقه خاصه بالماء وهذه منطقه خاصه بالغاز. هذه مسيبارين بواحد مومبرا بواحد الجوان. كاين الناس اللي كتقول لك بان راه الماء كيمشي ليهم مع الغاز، هذيك راه ما كاينش اساسا، يعني هذيك اشاعه، ما عمر الماء غيمشي فيه الغاز، لان هذاك الجوان اللي كيكون بينات الحصر بيناتهم الا مشى حتى تقطع او هذا السخان ديال الغاز راه كيطفى مره. الو هنايا كما كتشوفوا كيدخل الغاز ملي كي، وهذه الدخله ديال الماء من هنا، هذا الدخله ديال الماء البارد وهذا خرجه ديالو كيخرج السخون. ملي كيدخل من هنايا كيدخل كيدفع هذاك الجلد اللي هضرنا عليها قبيله، كيدفع باش كدفع هي هنايا باش كيشعل هذا ديال الغاز، كيعطيه الامر باش يشعل، الا ما داش الماء راه ما غيشعلش. هذا النموذج هذا اللي كيكون هنا الكترونيك يكون عنده هذا الحساس هذا، ملي كيحس بالماء راه داز كيعطي الامر لاكار، وهي الدور ديالها كتعطي لهاد البريلور هادو باش يشعلوا. ملي كيشعل هذا الغاز هذا اللي هنايا خصو يستهلك الاكسجين، الاكسجين كيدخل معاه من هنايا باش كيكون احتراق كامل. ملي غيكون احتراق كامل وغادي يخرج لنا من هنايا يخرج لنا واخا واحد اكسيد الكربون ولكن بواحد النسبه قليله ضعيفه. ملي كيكون هادو الاكسجين ما كاينش في الدار، ما كاينش التهويه، ما كاينش هذا، ما كيكونش واحد الاحتراق كامل اللي هنايا. العافيه ما كتبقاش زرقاء، كتولي غدا الحموريه والصفوريه والحموريه. ديك الساعه النسبه ديال احادي اكسيد الكربون هذا الغاز السام اللي كيخرج من هنا كتولي كبيره بزاف. يعني الا ما عندكيناش التهويه بالاكسجين اولا ما كاينش هذا الشمي هذا اللي غادي يخرج لينا هذاك احادي اكسيد الكربون، راه هذا هو اللي كيتعرضوا ليه الناس وكيبغيو يستنشقوه. يعني الاكسجين ما كيبقاش في الدار، هذا احادي اكسيد الكربون راه خصو ضروري يخرج، ما يبقاش يدور في الدار. الا بقى تيدور في المكان ديال اللي فيه هو راه كيقلل من الاكسجين والناس كتبقى تستنشق فيه. بالنسبه هذا هو الديبوندور اولا المكانه البوطه، كل واحد شنو تيقول ليها. هذا خصو يكون فيكس بحال هكا، فيكس النمره ديالو 28 ميلي بار اولا 30 ميلي بار، ممكن نصحو ب 28 ميلي بار باش كتعطي الجهد ديال باش ما يكونش الاحتراق قوي بزاف ويخرج لنا احادي اكسيد الكربون بزاف. يعني خص كنصحو ب 28 ميلي بار فيكس. الا كان كاين اللي كيدير داك الديطوندور اللي فيه ريكلاب زياده ونقصان، والاغلبيه راه كيديروه ما كيديروش هذا، كيكون الجهد الجهد بزاف الاحتراق. اول حاجه العمر ديال سخان الغاز بحال دابا كان غيدوز واحد السنين، ما كيبقاش يدوز داك السنين لان كيولي عليه واحد الضغط في السخونيه اكثر من اللي هو المصنع ديالو موصي به اللي هو 28 ميلي بار، ما كيبقاش يدير لك بزاف، كيولي يدير لك مشاكل. يعني خص ديما كنصحو بالديطوندور اللي هو فيكس نمره 28. وبالنسبه لهذا هذا هو شيميني، شيميني او لا طوبو اللي كيخرج لنا هذاك الريحه ديال احادي اكسيد الكربون. يعني هو خصو تيديرو هنا في الخرجه، عنده واحد العبار ديالو، يعني خصو يكون ديما المينيمو ديالو هو 40 سنتيم، واللي كيطلع كيمشي ينشف خصو يخرج برا باش الاكسجين كيدخل. وملي كيحترق هنايا في هذه المنطقه هذه وكيخرج احادي اكسيد الكربون خصو يخرج برا باش العمليه كتم مزيان والاحتراق كيكون كامل ومزيان. وكاين هنا اليات السلامه بالنسبه للسخانات اللي الجوده ديالهم مزيانه وداك الشيء، كتكون عندهم واحد اليات السلامه. الا ما كانش هذا الشيء اولا ما كانش هذا التيطوندور هذا، هذا السخان كيخدم تقريبا واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق وكيقطع، لان كيحس داك الشيء ماشي هو، كيحس بان ما كاين احد اكسيد الكربون كي باش على السلامه ديال الزبون وداك الشيء. هذا كيقطع السخان كيقطع مره كيوقف، يعني الناس ملي يبقاو يشوفوا عندهم السخان كيخدم 5 دقائق ولا 10 دقائق كيقطع، يعني راه يا هذا كيكون مخنوق، الا كان هذاك راه كيكون من هنايا مخنوق، بعض المرات كيكونوا كيعشوا فيه دوك الطيور وداك الشيء وما كيكونش كيدار لونطونتيان كل عام وداك الشيء. هذه راه كتقطع، يعني هو كيقطع 5 دقائق 10 راه كيقطع السخان باش ما طرا الانسان والو، يعني واخا يكون تيدوي شويه يقطع عليه. اذا هو راه حس بذاك احد اكسيد الكربون اكثر من القياس وما بقاش الاكسجين، يعني هذه كتقطع
والسخان كاين. كاين السخانات اللي الجوده ديالهم كتكون شويه ما كيكونوش فيهم هاد الحساسات هادو اللي هما لي سيكوريتي، ما كيكونوش يعني يقدر يخدم به الانسان واخا ما عندوش التهويه، تما فين كيوقع المشاكل ديال هادشي ديال الاختناق. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.